السبت. مساء السبت. حدود الثامنة إن شاء الله. تحياتي نجددها لكل الأصدقاء اللي تحقوا بنا على موجات تاع تفاقس. مرحبا بكم الناس الكل. في الحقيقة فما لما لين في الاستوديو لما تحباب. أنا حنا ديما نعبر على طريقتنا على الحب بطريقة خاصة جدا، طريقة التآزر والتواصل وأيضا الشعور الإنساني الجميل اللي ينتابنا من حين الآخر، وشي إيليت يكون موجود ديما معنا هالشعور هذايا، لأنه إحنا بلاش به ما نجموش نعيشه، وإذا ما نشوفوش غيرنا اللي ناقص وغيرنا اللي يستحق لمسة الحنان هذايا يظهر لي ما نجموش زادا نتواصلوا أكثر من هكاكا. طبعا نعطيكم التفاصيل من بعد ما نرجع للأجواء الرياضية، خاطر هكاكا فتحي مشوي اللي قطع الشعيرات اللي مازالوا في راسه ويستنى في النتائج الرياضية. فتحي ليك الخط وبعد نتعرفوا على ضيفاتي اللي هما في الاستوديو واللي أحرجوا شوية فتحي خاطر قعد وحده في وسطهم، هذول حس روحه وحده. وسط قداش يا فتحي؟ وسط تعرف تحسب ولا؟ تسعة بنات. تسعة ما شاء الله، تسعة فتيات وسيدات. يلا يلا إن شاء الله مرتي ما تسمعش. واش حبيت نسارة اليوم منوع خلي يقعد معنا ويتحاور مع الفتيات الجميلات. مع التحية لحبيبة ترابسي زيدا اللي انتحق بنا صديقنا وزميلنا. كيف كيف نحب نقول انه الفيسبوك احنا ديما نقول راه فيه وعليه الفيسبوك، اما كنا نعمل به تصرفات سلوكيات جميلة وإيجابية، هذا هو الأساس. منهم هالناس هذوما اللي نقول وجه نيرة، خطرة بالحق منكم انتوما نمشيوا معنا ونقدموا على طريقتكم انتوما. وكنت قبل جات بحذية جهاد، قلت لك كيفاش بدات الفكرة انت احمل جماعة ريش. جهاد مرحبا بيك، خلينا نتعرف عليك. اولا جهاد هماني، جهاد هماني تحية ليك جهاد مرحبا. دليل عبيد تحياتي ليكم. يوصل الصوت ميسالش، المهم على الاقل نذكر الاسامي متاعكم. ألفة فلاح كيف كيف مرحبا يا ألفة، مرحبا بيك. روضة الهديري، ويني روضة؟ هذه روضة مرحبا، ما نعرفها مش معناها ونكتشف فيكم زيدا كيف كيف. حنان بوبتان مرحبا يا حنان، مرحبا بحذية. مش نقولها بوبتان، نقولها في مرحبا. روضة بن عزيزة تحياتي روضة، مستمعة وفية جدا. نبراس عشيش وحنان حجلاوي مرحبا بكم. السوداسي سباعي أكثر من السوداسي هكا ولا ها ولا ثمانية ما شاء الله، تحياتي لكم ومرحبا بكم. هما بزا ضيفتي بحضة يحبوا كرة الطائرة أكثر. قلت الحكاية بديت مع جهاد، كان أتذكر أنا وياها تقريبا مع أحمل جماعة ريش، وقلت لها محلها التجربة هذه قد تعرفنا على بعضنا بالفيسبوك، معناها فيسبوك تعرفنا على بعضنا ودخلنا الغمار هذا. وبديت أحمل جماعة ريش، بديت وبام مازال شويه هو ما عملتوا رحله اولى وعملتوا قافله معناها تضامنيه وكل، اما توا ولات حكايه اخرى معناها. لا توا ولات فيسبوك توا ولات حاجه اخرى. هي شباب الفيسبوك يخرج منها حمل جماعة ريش، فهمتني؟ ومن بعد قلنا بعد حمل جماعة ريش مدام حنان اقترحت عليا، قالت لي جات بالفكره، قالت علاش لا ما نعملوش زياره لدار مسنين. اي لانسينا ايفينمون على الفيسبوك وتعرفنا بالجماعة الكل. مع الجماعة اللي كانوا معنا في عاونونا في حمل الجماعة ريج، جاونا في معنا الحملة هذية وكملنا المشوار. يمكن في معناتها في حاجات أخرين، في حملة أخرين إن شاء الله. حنين علاش اخترت دار المسنين وكيفاش جاتك الفكرة هكا باش تقولوا نعملوا زيارة ومن صحابك في الفيسبوك معناها بديت؟ جاتني احنا بعد ما كملنا حمل الجماعة ريج كيما حكيت لك جهاد، في نهبط في التصاور وحاسيلو جاتني ستاتي على الفيسبوك، مرأة كبيرة قالت هز تليفونها لصلاحي وقالت له شوف لي تليفوني راه ما يمشيش. رجعت له من غدويكا قال لها يا حاجة راه التليفون يمشي ولابس عليه. قالت له مالاش بيهم صغاري ما يكلمونيش عليه. لا 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 ياسر وجعتني وياسر حسيتها، ومن وقتها خرجت هكا كلمتهم معانا في الجروب الأول، كلمتهم ولنسينا ليفينمون وخرجت. ما ياسر وجعتني نحكي هيك. ها الحب اللي نحكي عليه فتح والله ما تقلقش راسك برشا، خاطر هذيك اللي نحب نوصله. هذيك اللي نحب نوصله قلنا وقلت معناها من خلال الستاتيوات برشا على الفيسبوك يقول لك تعملوا عيد الحب وانتم ما تعرفوش تحبوا. قبل ما تعملوا له عيد على الاقل عارفوا كيفاش تحبوا الناس وكيفاش تتواصلوا مع الناس زاد. حبوا الوالدين معناتها اللي هما جابوكم واللي هما ربيوكم. هذه من الصور اللي تقلقني انا وبرشا ناس كيفنا متخيل معناها يحس في نفسهم كي يلقاو ناس كيما هكا تسال على ولدها ولا تسال على بنتها ما جاوش طلعوا عليها. والاكثر من هذا حتى في دار مسنين معناها يمكن خاطر تمشيو تكتشفوا برشا ظروف وبرشا تجارب. عملت عليهم طلة اليوم قبل باش تحضروا زيارة غدوة، شقيتوا
والله ما نحكي لك حسيلة روضة من عزيزة ومشينا اليوم فما حالة والله معتها ياسر تأسف يمكن أكثر من الحالات الأخرين الكل. هي امرأة عندها 8 أخوة، رجلها توفى وهي مجبتش صغار، جاتها جلطة اشتار اليمين معاش يتحرك يا لطيف ما تملقاوش فيها حال، 8 أخوة مجبتش يقوموا بأختهم هزوها لدار المسنين. لا إله تبكي الله تقول 4 سنين ما ريتهمش. نحب نسمع كلمة من واحد من أخواتي عندها 4 رجال و4 نساء أخوة معني. لبكيت المرأة هذيك اليوم شيء أسف معني بحط شيء زيدا شيء أسف وصحتها لباس رجعت لباس معني. لا 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 مقعدة أما مقعدة أما هكا صحيا لباس تحكي ما نفسانيا تعب أكثر من أنها بدنيا معني زيد عليها نفسانيا تعب نفسي متأكد أنه يكون خطر خطر برشا اليوم بينا قلتوا احنا اليوم مشينا 3 برك باش نحضروا الغدوة الحي ان شاء الله. قلنا لها ان شاء الله غدوة الجروب يكون اكثر ونفرحوكم اكثر من هكية ونسمعوهم اكثر، يلزمهم معناتها يلزمنا ناس كل معناتها تكون يد واحدة ما تكونش احنا جروب باللي نكون وما نكونش برشا راهو ما نقدروش نعملوا اليسر، يلزم يكبر والحملات هذه تكون سيسا. اكثر خلينا نرجعوا للبعض نحاولوا ندخلوا الفرحة جيد. احنا نحاولوا ندخلوا الفرحه للماكسيموم عرفت خاطر هما راهو ما حاجتهم في حتى شيء حاجتهم جوست عباد تلعبيهم ناس تسمحهم زيد تحكي معاهم عباد تحن عليهم اللي ما قواهش في اهلهم وماليهم وما احنا نعطيو المينيموم معناها نحاولوا نعطيو المينيموم الحاجه اللي هما فاقدينها معناتها ان شاء الله يكون هذا نقول نداء على الاقل الناس اللي قلوبهم ماتت شويه على على عائلتهم وعلى احبابهم وعلى اصحابهم حتى اصحاب ساعات ما يشوفوش بعضهم معناها يقعدوا بالسنوات وبالعوام وفي في, في ظروف ربما قاسيه في امس الحاجه ويقول لك الصاحب عنده ضيق معناها اذا ما لقيتوش ما عادش تلقاه واكيد الخو الاخت كيف كيف معناها ان شاء الله يكون لهم نداء الناس هذوما اللي قلوبهم تحجرت وترجع شويه فيهم هكا الحريه ويرجع شويه الحب هذا اللي حشتنا به احنا ما حشناش بعيد للحب حشتنا بكل يوم نحسوا ببعضنا اكثر ونتواصلوا مع بعضنا هذا الاساس. غدوة اش حضرتوا لهم ما نحكيش على الامور الماديه وكذا فما ناس عاونتكم ولا انتم المجموعه اللي نشوف فيها برشا ناس عاونتنا احنا فما جروب 10 وحيد اخرين حاسيلو وقفوا وقفه كبيره برشا كل شيء زاد مش تكونوا موجودين غدوة إن شاء الله في دار المسنين وقتاش؟ إن شاء الله 9:30 بدأوا موجودين إن شاء الله خطفة مع بعض أخرين يمشيوا عادية راهو ما على بالهمش بيكم ولا على بالهم لكن يمشيوا يحبوا الزيارات لدار المسنين عندهم عادة في حياتهم يمشيوا يطلوا يهزوا مكتب معناها كل واحد كيفاش وساعات حتى فما واحد فما ناس نعرفهم أنا يقول لك باش نمشي نحكي مع عباد يمشي لدار المسنين تحس ناس تفهموا معناها وناس هكا يتضامن معاهم أكثر ويقرب لهم أكثر قاعدة مع الكبير راهي ما تتشريش بالفلوس معناها حكايات ونصائح متاعه وخبرته وتجاربه في الحياة ما انت بتشريش بالفلوس انا هذا نقوله ما انت نقعد انا بحذا جدي ولا جدي ونبدأ نحكي نوياه وما حليها قاعدة بعد تحسها وقت واحد يفقد لسانك وقتها اي ما تحس بالغالي كان ما يمشى على روحه ان شاء الله اللي خرجوه من دار المسنين حاسين بالوقع هذا ويقولوا راهم عائلتنا عندنا عائلات في دار المسنين نعش يرجعوا مش شويه العقل ولا يرجع ولا ان شاء الله احنا نكونوا نقوموا بالواجب شويه معناتها نحاولوا نخفوا عليهم ما نتمنوا لعائلتهم بالحق هم اللي طلعوا عليهم ان شاء الله ان شاء الله يسمعونا ان شاء الله بالحق معناها برافو لكم انتم الكل اللي حاضرين بحضنا اللي حاب يقول كلمه مرحبا بي راهو الخط مفتوح لكم ومرحبا كلكم تعبروا خاطر قلنا كنا نحبوا نحضروا ونجيو بحضيك راهو للاستوديو اما مش كنا باش نتكلموا شنو بشويه من الميكرو حبيت يكونوا يحضروا حبيت اني انا نكرمهم خاطر بالحق ياسر تعبوا انا وجهاد اللي اقترحنا الفكره مي هذوما الكل تعبوا معنا لقيت منهم برشا 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 دليل من اللي فاتت وقفت معنا والمره هذه حابه تكمل معنا روضه كيف كيف ومعنا جماعه اخرين مش ما ننساهمش برشا يعطيهم الصحه يعطيهم الف صحه زيد احنا ولينا عيله راهو اصحاب وعملنا جو في الفيديو ما نعرفوش بعضنا رانا لا 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 تعرفتوا على الفيسبوك من بعد عملنا لقاءات ولينا عرفنا بعضنا شخصيا معناتها مش فيسبوك فيسبوك بتاعي مش فيسبوك ان شاء الله يكبر زيد ان شاء الله ان شاء الله زيد يكبر الجروب يعطيكم الصحه تخموا في حاجه اخرين بعد ما تنجحوا ان شاء الله ان شاء الله ما توقفوش هون يا ما توقفوش هون ان شاء الله ما ننسيوش مشاعرنا وما ننسيوش احاسيسنا ونتعاملوا بالروح هذه ما فماش اسمع من محبه الوالدين عرفته اكيد اكيد يجيو بعد محبه الله وبعد محبه الوطن اكيد يبقى الوالدين ربي يخليكم ويديكم الكل واللي متوفي الله يرحمهم وخاصه زيد نقولوا مادامكم ذكرتوا الكبار هذوما ان شاء الله الناس اللي عندهم ناس وعندهم اهلهم في دار المسنين يذكروهم ولو نساهم فتره معينه يرجع لهم شهاد العقل انا نقول ويحنوا عليهم ويرجعوا ان شاء الله تلقاهم غدوه موجودين والمراه هذه اللي تشكي من خويتها واللي تلقى عندكم حاله اخرين حبينا احنا تاكلنا غدوه ان شاء الله فما شكون تصور فما شكون جاي وحده مش جايبينه على ما شاف
لا الولد يهز ولا البنت تهز. قالك جي غاديك ويقول لك عندي دار وعندي شهريتي ما لقيت روحي لهنا خير، يعني صغاري لا هيك حاب تقبلني وهيك حاب تقبلني. اه جيب جيب وكبر وقري وصرش. اليوم تتغطى غدوة أكيد اللي بش يعمل عالي يعمل صغار يزم يخمم، يزم اليوم يعرف يقوم بيجبه قدام الكبير باش غدوة يلقى صغير ويعوضه. أكل الدنيا دوارة. لا نصور لا ولا لا سرتو كي تبكي الحياة تبدلت باش عبيد رأي الحياة تبدلت خارقة تعرف أن هي تعبت في حياتها عليهم وملقتهم شتاء خاطر مش بالضرورة تلقاها ما تعبوش عليهم باش تلقاو النتيجة هذه، لا تلقاهم تعبوا على صغارهم وعملوا اللي لازم يتعمل قبل ونعرفوا قبل الصغار كيفاش كانوا يعولوا مثلا صغارهم وكل. اما لا غالب راهي الدنيا بدلت برشا عباد والفلوس زاد بدلت برشا عباد وتطور بدل العباد. التطور اللي احنا فرحانين به هو بدل العباد، بدل مشاعر العباد، الأخلاقية تبدلت. هذا هو الأساس. إن شاء الله نحافظ على الأخلاقية اللي نتربيه عليها، نحافظ عليها ونربيه عليها صغارنا. وانتم تبارك الله ربيت بيوت ونتخيل زادة كيف كيف عندكم وليدات وعندكم بنات، يعني إن شاء الله كما قلت أنت اللي تعمل تو تلقاها غدوة. ما إن شاء الله من الحق اللي نعمله كان خير ونلقاو الخير قدامنا ونلقاو الناس هذوما اللي تفعل الخير زادة واللي هي تقدم الخير قدامنا. يعطيكم الصحة حنان حجلاوي، نبراس عشيش، روضة بن عزيزة، حنان بوبتان، روضة الهبيري، ألفة فلاح، دليل العبيد، وجيد هماني. شكرا لكم الكل وواصلوا على النهج هذايا، واصلوا على الخير هذايا اللي تزرعوا فيه في الآخرين بإذن الله. فما تونس بخير، أنا كنشوف برشا هكاك تصرفات سلوكيات جميلة، هذه تونس بخير والحمد لله، ومازال الخير في الدنيا، مازال برشا خير. شكرا لك انت على الاستضافه زاده، يعيشك. مرحبا بكم في كل وقت، احنا داعمين لكم ان شاء الله نكونوا زاده حتى مش الحضور بركه، حتى بالمجهود نكونوا معكم في الزيارات نتاعكم هذه وفي الاعمال الانسانيه هذه اللي تقدموا فيها. مساء السبت.